أما الموعظة أولا فاقد الشيء لا يعطيه، غير أني أعظ نفسي وإياك أولا بتقوى الله عز وجل، تقوى الله عز وجل لأنها خير الزاد إلى يوم المعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. فتقوى الله عز وجل هي خير ما يتزوده الإنسان في هذه الحياة، فليتق الله عز وجل ربه حتى يلقاه راضيا مرضيا حبيبا محبوبا. صلى الله تعالى أن يعين على تقوى. أحسن الله إليك.